من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام، وهو من أشهر أسمائه، وبه سمي في التوراة صريحا، ومعناه كثير الخصال التي يحمد عليها عليه الصلاة والسلام. ومن أسمائه أحمد، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أحمد الخلق لله، وكذلك يحمده أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة لكثرة خصاله، وهو الاسم الذي سماه به عيسى عليه الصلاة والسلام.